زار على ايام والجمعه ورا الجمعه خلوني اسجع وارفع عن الحاله الوقت ما ينضمن والسيف له لمعه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل متابعين قناة رواد بحرة. بفضل الله وبفضلكم ودعمكم وصلت القناة إلى 100,000 مشترك، ووصلنا درع القناة من اليوتيوب بحصول قناة رواد بحرة على درع 100,000 مشترك. طبعا هو وصل من فترة بس ما حبينا نظره، كنا ناويين نسوي شيء معين كده، ولكن إن شاء الله عندنا نية نسوي حاجة بخصوص هذا الدرع اللي وصل، بس ما نبغى نستعجل، نبغى نجيبه، ولكن حبيت أن أظهر لكم هذه الشهادة من اليوتيوب بحصول قناة رواد بحر على درع 100,000 مشترك. هذا الدرع يا جماعة الخير، ما شاء الله القوة إلا بالله، التوفيق إلى وإلى الأمام إن شاء الله. قناة رواد بحرة ألف مبروك لكل المشتركين، ألف مبروك لكل من دعمنا بكلامه الجميل، بتعليقاته الطيبة، بمتابعته للقناة اللي إن شاء الله بإذن الله من تقدم إلى تقدم بإذن الله، وعقبال ما يصير هذه العلامة ذهبية إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من بحرة بعد أمطار جدة. شكرا لكم كل من ساهم في نشر مقطع سيول وأمطار جدة يوم الثلاثاء الماضي. ما كان والله العظيم يعني نشر وتصوير هذا المقطع إلا رسالة لكل أصحاب سيارات الدفع الرباعي، السيارات اللي معدلة اللي يمكنها المشي والدخول في هذه المياه العميقة. يعني هذا نداء كان جدا تنادي الفئة من الناس هذه تدخل تغامر وتخاطر بسياراتها وتترك اللي وراها، لأنه في أمامها ناس تحتاجها في ذاك الوقت.
ماذا تفعل يا ابا سديم؟ بس باين يعني الواحد يجرب من تحت مو ورا شوي. يا رجل يا رجل، هذا يسموه التوقيع، توقيع الدخول يعني. هذا هنا الدفتر حق رواد بحره، فكل رائد حالي في الاولى. الشباب جايين عندنا هو ابو فيصل دخل الان الاولى. يا ولد يا ولد اللي دخل الاولى ابو فيصل، شفتم كيف؟ هنا الدفتر حقنا حاطينه على الطلعه هذه، فكل اللي يجي من الشباب لازم يوقع هذا توقيع، شفتم؟ ف يعني كيف الحال؟ ايش نقول يعني؟ نقول ان شاء الله اليوم شايف الارض يعني جايها مطر، بس مطر كذا خفيف ان شاء الله. هلا حبيبي، كيف حالك؟ كيف الاخبار؟ فينك انت صايح؟ يلا 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 من اول هنا، من اول احسبك الاولى هنا مسوي بدع ومسوي كلام كذا. ابو نايف ما شاء الله تبارك الله. يا شباب لا تقربون مني لان الغبار يخرب اللقطه عليك، يخرب لقطتك اللي تسويها. خليكم بعيد مني يا ابو نايف لان الغبار بعد ما تعداني يخرب اللقطه عليك، فخليك بعيد بيني وبينك كذا 7-8 متر. ايش بقول اليوم ان شاء الله؟ هذه تجربه تصوير بالنوت 8 ما شاء الله تبارك الله. الجوال فيه امكانيات جباره ما شاء الله تبارك الله. بارك الله يا شنب، بيض الله وجهك. وين ال وين خويك؟ بيغرد صح، خليه يجي كذا ووقف وجهه نازل. ما شاء الله تبارك الله. يعني ابغى رايكم كذا في النوتات وفي تصويره. خلاص باذن الله حبيبي. الاهتزاز، الزوم، التركيز، يعني الانتقال كذا يمين يسار. في انا لاحظت انه في جوده عن النوت 5. طبعا موديل جديد. هذا اليوم المطحنة، اليوم ما هي المطحنة، الأسبوع اللي كان الطائرة، اليوم الثابتة. ها؟ والله متى أقول متى نخلص أول؟ أبشر ولا يهمك، واضح يا شنب. ها؟ أسلم على مين؟ نواف فرحان؟ والله ونعم نواف. يا مزحلك، انا شايفك كم يا ابو ريم، ايش تسوي يا ابو ريم؟ ثاني عيدة يا ابو سديم، تعال اللقطه ما زبطت، جيب لي اياها كذا وتعال، لان عندي زي نفس اللي سويت واحد في المصور. لا تدفني انا هنا، وين راح؟ انا اسف يا عرب اذا اني دفنت احد، ترى مو مقصد، لكن المخرج يبغى كذا. ما عليك ابو سديم، ما عليك ابو فيصل معك، تعال سوي، خلي اللي يوقف هنا بكيفه. طيب مكمل تناوي، خل الفكسار يروح وتعال. ابى انزل لك، فين خويك؟ ابشر، تبغون واحده ثانيه؟ ابشر. طيب اسمع، انت معانا جوا؟ تمشي معانا؟ ايش بتسوي يا جماعه؟ بالله ثانيه سويت، انا ما اقدر اصور ثانيه. اقول تركي واحد ثاني اللي يسوق وانا. We'll be right back.
ريال. ابو ريم والله انت عبيت لين قلمي. انت اسكت يا محرشاتي، انت خليك في حالك. مبار لوح. يا حلو والله. يا طقمه تدفن خويك. وجا وجاكم واخر اول من هنا تصل. يا رجل يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. خوينا حق الاسبوع اللي راح هذا ما يتوب، هذا ما يتوب. ابو ريم لا تخلي الناس تجي زيك عكس كذا. وينه هذا بواريه ذا؟ ولد 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 تو الطاقية المقصبة توجهك ذا، تعال. مساك ابو غير، حياك الله. هلا والله وسهلا، هلا فيك. الله تبارك الله. يعني كويس اليوم انا عجبتني الصفه كذا، انه عشان ما ابغى احد يطلع كذا خلاص. الاستعراض في المنطقه هذه الوسطيه هذه، يعني هذا نوع من الترفيه شويه كذا عن النفس. يوم الجمعه الشباب بدل ما يقعد في البيت وعلى واتساب وعلى خرابيط وعلى كلام فاضي، اطلع يا اخي في لحجاجك هنا. ولكن لا ندعو على التهور او شيء، امزح اضحك استعرض على هون. ولا تغبر ابو فيصل وهو يصور، هذا اكبر سبب الغبار في المملكه هذا الانسان. هلا والله يا شرف يا ولد. وينك يا راعي الشاص الابيض؟ انا يعني بصراحه انا امس يعني جربت الجوال هذا في التصوير، بصراحه جبار. جربناه يعني في اماكن مغلقه كذا، عامه كذا، زي صاله، زي مطار، زي شيء زي كذا. بصراحه ما اقدر اقول الا انه والله شيء خطير والله العظيم. لكن هنا في انتقام كان، انتقام كان. لكن نشوف، نرجع نشوف كيف تصويره. هو يشر لي او يشر لي، بس ما اعتقد يشر لي، لا مستحيل. الاولى تحت صعب اي استعراض فيها، يعني هي مجرد شباب تمشي تروح وترجع وتدور، ما ادري ايش عندهم بالضبط. لكن اخذنا ما نبيه هنا في المنطقه دي. هلا يا ابو خالد، كثير طلبوا ان نجرب هذه السياره، وكثير طلبوا تجربه الشاص للنيسان، وكثير طلبوا سيارات اخرى وفورشنر وسكويا لا سكويا جربناها قبل كذا. يعني انا اقول لكم اياها بامانه، حنصور كل اللي طلبتوه، بس اعطوني بس والله شويه وقت. تصوير مش انه بس اطلع اصور في يوم واحد وانتهى وارجع، لا، تصوير ياخذ اخراج وياخذ مقاطع. طيب اذا انا بنزل ثلاثة اربع مقاطع في القناه، وتصوير ال شو اسمه ذا التجربه يحتاج اخراج جدا جبار، جدا ياخذ وقت طويل. فاعذروني والله، بس شويه اشغال كذا. ولا ان شاء الله القناه باذن الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، انا شايفه واصله يمكن حوالي 9000 مشترك، وهذا شيء ما هو سهل ان توصل القناه دوبا ما فتحت، شيء بسيط. سلام حبيب قلبي، هلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب منور يا ورا، منور يا شنب. يا سيارة شو تسوي؟ العب العب، ادعس، احفر احرث، جيبوا الكراث وجيبوا البرسيم وجيبوا البصل.
موسم البصل هذا الايام حلو. ابو ريم شوفوا يحرث من اول، هذا حق بصل، هذه الحرثه حقت البصل الاخضر. نعم كذا يطلع كذا بقنازيعه الخضراء ذيك، يا سلام. شوفوا هذا اخضر، ها هذا شيء طلع. الله هذا مو طلع، هذا حمضيات على طول. ابو ريم ايش تسوي انت؟ ها انزل احرث. وهذا يسوي شو اسمه ذا البقدونس، وهذا يحرث ايش؟ الو الو جرجير. ايه هذا جرجير. نعم نعم، وهذا نعناع. اخ العيال. طيب يا احمد والله ما انت بسهله. يا ولد شو تسوي انت؟ هور احمد هور. هذا ايش يحرث؟ هذا ماد، هذا يحصد ما شاء الله تبارك الله، هذا يطلع المحصول. يا شباب يا ولد وره. يلا يا شباب يلا. وين جايبهم؟ والله يا بلا يقعد يضحك وجهه من لين تصبح. انا ما معي يكون ذاك المال اللي ينظفه. تعال تعال. هلا وسهلا. هلا بالابطال، هلا برواد بحر الاشبال اللي بكره نشوفهم هنا مكاننا. ها؟ ان شاء الله. تعلموا كذا بس ايش؟ لا تعلموا زي اللي يسوونه ذولي. خلكم كذا ركاده شويه، ما ندري جيلكم ايش يكون سياراتهم وش وضعها. حبيب قلبي هلا والله منورين. كيف الصوت واضح؟ صوت واضح يا شنب، وينك انت؟ ابد احنا نبغى مواضيع عشان نوصل وجهنا. تعال هنا في خزان. خلاص نضيفنا ان شاء الله جايين. ابو ريم ايش عندك؟